أسعد الله أوقاتكم بكل خير من منصة طرطوس التربوي. سنتعرف اليوم على درس للصف التاسع من الوحدة الرابعة الكيمياء اللاعضوية. درسنا المحاليل المائي. سنتعرف أولا على مفهوم المحلول. سنقوم بالتجربة التالية. لدينا بيشر عدد 4. سنضع في كل منها المركبات التالية: كلوريد الصوديوم، برمنغنات البوتاسيوم، كربونات الكالسيوم وزيت. ثم نضيف في كل منها 50 ملي لتر من الماء المقطر كما موضح لنا في التجربة التالية. ماذا نلاحظ من هذه التجربة؟ نلاحظ ما يلي: مع مرور الزمن نلاحظ أن كل ذرات كلوريد الصوديوم قد ذابت في الماء، أي أن مركبات كلوريد الصوديوم ذوابة بالماء، وهو محلول متجانس وهو يعتبر تحول فيزيائي. أما برمنغنات البوتاسيوم فمع مرور الزمن تحول هذا المحلول إلى محلول لونه بنفسجي، حيث أن برمنغنات البوتاسيوم قد تمت إذابتها بشكل كامل، أي أنها ذوابة بالماء وهو يعتبر محلول متجانس وهو أيضا تحول فيزيائي. بالنسبة لكربونات نلاحظ مع الزمن تشكل راسب من كربونات الكالسيوم، أي أن المحلول أصبح يتألف من أكثر من طور وهو محلول غير متجانس وأيضا هو وكما نعلم أن الزيت عند إضافته إلى الماء يطفو سطح الزيت على الماء، أي أن المحلول يتشكل من أكثر من طور فهو محلول غير متجانس تحول فيزيائي. نستنتج من هذه التجربة ما يلي: تعريف المحلول. يتكون المحلول من مادة مذيبة اللي هي محل ومادة مذابة المنحل. في تجربتنا المادة المذيبة هي الماء المقطر والمادة المذابة كلوريد الصوديوم أو برمنغنات البوتاسيوم إلى آخره. ثانيا، عملية ذوبان المادة المنحلة في المحل المناسب هو تحول فيزيائي. ثالثا، نلاحظ أن الماء مذيب جيد لمعظم المركبات الأيونية لأنه مذيب قطبي ولا يذيب المركبات ذات الرابطة المشتركة. رابعا، المحاليل نوعان: محلول متجانس ومحلول غير متجانس. المحلول المتجانس يكون مؤلف من طور واحد، مثلا محلول كلوريد الصوديوم في الماء ومحلول برمنغنات البوتاسيوم في الماء. أما المحلول غير المتجانس فيتألف من أكثر من طور، مثال في تجربتنا كربونات الكالسيوم في الماء والزيت مع الماء. هناك سؤال: علل لماذا يذيب الماء الأملاح والحموض لكنه لا يذيب الزيوت والدسم؟ كما لاحظنا في النتيجة أن الماء مذيب قطبي، أي أنه يذيب المركبات ذات الروابط الأيونية كالأملاح والحموض ولا يذيب المركبات ذات الرابطة المشتركة كالزيوت والدسم. سنتعرف ثانيا على مفهوم تركيز المحلول. لدينا نوعان: التركيز الغرامي للمحلول والتركيز المولي للمحلول. أولا، التركيز المولي للمحلول هو نسبة عدد مولات المادة المذابة إلى حجم المحلول، أي يساوي عدد مولات كتلة المادة، عدد مولات المادة المذابة إلى لتر واحد من هذا المحلول، ويعطي العلاقة التالية: C مول على اللتر، وهي واحدة التركيز المولي تساوي عدد المولات على حجم المحلول. أما التركيز الغرامي للمحلول هو نسبة كتلة المادة المذابة تساوي عدد الغرامات المذابة في من المحلول. العلاقة التالية: تركيز الغرامي، أي واحدته غرام على اللتر، يساوي كتلة المادة أم على حجم المحلول V باللتر. وهناك علاقة تربط بين التركيز المولي والتركيز الغرامي، وهي التركيز الغرامي يساوي التركيز المولي ضرب الكتلة المولية للمادة المذابة. سنقوم بحل التطبيق التالي: محلول لحوض كلور الماء حجمه
100 ملي لتر يحتوي 3.65 غرام من الحمض. المطلوب: احسب التركيز الغرامي لهذا المحلول. ثانيا، احسب التركيز المولي لهذا المحلول، علما ان H تساوي 1 و Cl 35.5. اولا، التركيز الغرامي لهذا المحلول، كما درسنا قانون التركيز الغرامي، C غرام على اللتر يساوي M على V، كتلة المادة المذابة على حجم المحلول. في المسألة لدينا حجم المحلول بالميلي لتر، نقوم بتحويله إلى واحدة اللتر التي هي في الجملة الدولية، نقسم على 1000 فيكون لدينا حجم المحلول يساوي 0.1 لتر. بالتعويض في قانون التركيز الغرامي، لدينا الكتلة من المسألة 3.65 غرام على حجم المحلول بعد التحويل 0.1 لتر يساوي 36.5 غرام على لتر. ثانيا، التركيز المولي لهذا المحلول. لحساب التركيز المولي لابد من حساب عدد المولات. لدينا القانون N عدد المولات يساوي M كتلة المادة المذابة على M كبيرة اللي هي كتلة المولية للمادة المذابة. نحسب الكتلة المولية من خلال جمع الكتل لمركب حمض كلور الماء HCl، 35.5 زائد 1 يساوي 36.5 غرام على المول. وبالتالي نقوم بالتعويض لحساب عدد المولات. كتلة المادة معطاة من المسألة 3.65 على الكتلة المولية التي قمنا بحسابها 36.5، فيكون معنا عدد المولات 0.1 مول. نقوم بالتعويض في قانون التركيز المولي، عدد المولات على حجم المحلول. عدد المولات كما شاهدنا 0.1، وحجم المحلول بعد التحويل 0.1، فيكون لدينا التركيز المولي يساوي 1 مول على اللتر. الآن لدينا تعريف تمديد المحلول. كأبسط مثال، عندما نضيف ملعقة من السكر إلى كوب من الماء، نتذوق طعمه، نرى طعمه حلو. إذا أضفنا الماء إلى هذا المحلول، ماذا نلاحظ عند تذوقه؟ أن طعم الحلو قد خف، أصبح أقل. هذا دليل على أن تركيز المحلول قد انخفض. إذن عند تمديد محلول ماء بإضافة ماء مقطر إليه، ماذا يصبح؟ يقول تركيزه، بينما حجم المحلول ككل سوف يزداد، يزداد حجم المحلول. أما كمية المادة المذابة فيه تبقى ثابتة، أي كمية السكر داخل محلول الماء مع السكر تبقى ثابتة. إذن يزداد حجم المحلول يقل تركيزه، بينما تبقى كمية المادة المذابة ثابتة. من هنا سوف نستنتج قانون تمديد المحاليل. بما أن كمية المادة المذابة ثابتة، أي أن عدد المولات قبل التمديد يساوي عدد المولات بعد التمديد، أي أن N1 قبل التمديد تساوي N2 بعد التمديد، بالتعويض عن قيمة عدد المولات من قانون التركيز المولي، C تساوي N على V، وبالتالي N عدد المولات يساوي C ضرب V. بالتعويض نجد C1 ضرب V1 تساوي C2 ضرب V2. سنقوم الآن بحل المسألة التالية. محلول لحمض الكبريت تركيزه 0.4 مول على اللتر. احسب عدد مولات وكتلة حمض الكبريت في 0.1 لتر من المحلول السابق. احسب حجم الماء المقطر الواجب إضافته إلى 50 ملي لتر من المحلول السابق لنحصل على محلول لحمض الكبريت تركيزه 0.1 مول على اللتر. لدينا من المسألة أن التركيز هو 0.4 مول، وأن الحجم هو 0.1 لتر. نقوم بتعويض عدد المولات يساوي التركيز ضرب حجم المحلول. التركيز 0.4، حجم المحلول 0.1، فيكون لدينا عدد المولات هو 0.04 مول. الطلب الثاني،
احسب حجم الماء المقطر الواجب إضافته إلى 50 مللتر من المحلول السابق لنحصل على محلول لحمض الكبريت تركيزه 0.1 مول على اللتر. من قانون تمديد المحاليل لدينا عدد المولات قبل التمديد يساوي عدد المولات بعد التمديد. نعوض عن قيمة عدد المولات قبل التمديد سي ضرب في يساوي سي فتحة ضرب في فتحة بعد التمديد. لدينا التركيز قبل التمديد من الطلب الأول يساوي 0.4. حجم المحلول لدينا من الطلب أنه 50 ميلي لتر، ويكون بعد التمديد تركيز المحلول 0.1 كما طلب منا من الطلب الثاني ضرب حجم المحلول بعد التمديد، فيكون لدينا حجم المحلول بعد التمديد هو 200 ميلي لتر. لا نقوم هنا بتحويل الحجم لأنه في كلا الطرفين لدينا الحجم. إذن حجم المحلول بعد التمديد يساوي 200 مللتر، فيكون لدينا حجم الماء المقطر المضاف يساوي حجم المحلول الكلي ناقص حجم المحلول قبل التمديد، أي 200 ناقص 50 يساوي 150 مللتر. نقوم الآن بحل أسئلة الدرس أختبر نفسي. السؤال الأول، أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة المغلوطة ثم صححها. أولا، تركيز المحلول يعبر عن كمية المذيب في حجم معين من المحلول. خطأ يعبر عن تركيز كمية المادة المذابة في حجم معين من المحلول. ثانيا، مزيج الماء والكحول هو محلول متجانس. صح، لأنه عبارة عن طور واحد ولا يتألف من طورين. ثالثا، تذوب قطعة الصوديوم عند وضعها في الماء. خطأ، تذوب قطعة كلوريد الصوديوم عند وضعها في الماء. رابعا، تتغير كتلة المادة المذابة في المحلول عند تمديده. خطأ، كتلة المادة المذابة لا تتغير عند تمديد المحلول. السؤال الثاني، اختل الإجابة الصحيحة لكل مما يلي. كتلة حمض كلور الماء في 0.2 لتر من محلوله زيت تركيز 73 غرام على اللتر هو. يريد الكتلة من قانون التركيز الغرامي C تساوي M على V، فيكون لدينا M الكتلة تساوي التركيز ضرب الحجم، أي 73 ضرب 0.2، فيكون الجواب لدينا 14.6 غرام. ثانيا، وحدة تركيز المحلول. كما نعلم التركيز المولي هو المول على اللتر، أي مول ضرب لتر أس ناقص واحد. ثالثا، عند تمديد محلول بالماء ماذا يتغير لدينا؟ يتغير لدينا حجم المحلول، أما كتلة المادة المذابة وعدد المولات وحجم المادة المذابة يبقى ثابتا لا يتغير. أخيرا، سوف نتعرف على أهم التحذيرات عند استعمال المحاليل الحمضية والقلوية. أولا، عدم لمس أو تذوق أو استنشاق المحاليل. ثانيا، يجب تهوية مكان استعمال المحاليل. ثالثا، يجب إضافة الحمض إلى الماء، وهذا أمر مهم لتفادي تطاير قطرات الحمض. رابعا، عدم إلقاء المحاليل الحمضية والأساسية في مجاري المياه حفاظا على البيئة. خامسا، تمديد المحاليل الحمضية والقلوية المركزة قبل استعمالها. أخيرا، ارتداء ملابس الحماية حسب الوضعية، إن كان ثوب مخبري أو قفازات أو نظارات إلى آخره. وهكذا قد نكون قد أنهينا درسنا إلى اليوم. أتمنى لكم كل الفائدة.